بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد خلق المرسلين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخوة وأحبتي في الله، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اليوم إن شاء الله بدنا نخلط بين العمل والعبادة، إن شاء الله نبلغ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم آية. نعم، نحن على أعتاب رمضان، فأنا الحمد لله رب العالمين قلت لكم إني يعني عندي محل حلو، فأنا سأجهز الإفطار نافي كل هذه الأمور لرمضان إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، يعني هذا شغل لدي، يعني الحمد لله رب العالمين. لكن كيف أبلغ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم آية نمزج بين العبادة والعمل، وإن شاء الله ليكون له طعم خاص هذا رمضان إن شاء الله. فأحببت أني هيك أشارككم بعض اللقطات من عملي وكلامنا عشان يكون الأمر هيك فيه شوق تشوق، هيك فيه كيف بقولوها، فيه يعني نكهة خاصة. نعم، أنا عمال أجرب هذا الفيديو، وأعذروني إذا كانت الصورة أو شيء، ما فيش مونتاج، إحنا الحمد لله رب العالمين. أنا لا أعلمكم البقلاوة لأنه شغلها كثير صعب، لكن بدي أشتري وأتكلم إن شاء الله. يعني هاي عجينة البقلاوة تقريبا 16-17 ورقة هكذا، هيك. فأنا إن شاء الله سأمد هاي العجينة تصير كبيرة أكبر من الصينية. هل فيها تقريبا 16-17 ورقة؟ يعني 17 ورقة. طيب، نتكلم إن شاء الله عن فضل سورة البقرة. نعم، سأتكلم عن فضل سورة البقرة وماذا وجدت عندما بدأت أقرأ سورة البقرة. إن شاء الله يكون الصوت، يعني أعذروني عن الصوت، هذا بث تجريبي، نجرب قدر المستطاع إن شاء الله، قدر المستطاع إنه كيف نطلع خلال عملنا الدرس إن شاء الله. يعني سبحان الله، في 28/9 لربما ب 26/9 27/9 هكذا 2019 ظهر أمامي فيديو عن فضل قراءة سورة البقرة. الحمد لله يعني كان الوضع يعني تمام، لكن ما فيش بركة بشيء، البركة مش موجودة يعني. فحبيت إني أعرف شو معنى كلمة بركة. فعندما يعني جاء هذا الحديث أمام عيني وإلى مسامعي، تأكد منه، يعني اقرأ البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسنة ولا تستطيعها البطلة. نعم، فتأكد من صحة هذا الحديث، فتكشف لي أنه حديث صحيح. نعم، عندها يعني سبحان الله، هذا هو بيت القصيد. بيت القصيد عندما تسمع أي حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتأكد من صحته، لأنه فيه كثار من الذين يلقون الخطب يستعملون يعني يستعينون بأحاديث يعني هي موضوعة، وحتى يدرسوا أحاديث موضوعة ما أنزل الله بها من سلطان ولم يقلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، الفرق بين الحديث الضعيف والحديث الصحيح طبعا الإسناد، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يا إما قال يا إما لم يقل. نعم، ما في يعني قال نصف الحديث ونصفه تركه، لكن الرواة نفسهم يعني لا يؤخذ بعلمهم أو لا يؤخذ بأقوالهم، إلى ضعف حفظهم أو لأسباب شتى، أسباب عديدة. نعم، لكن سبحان الله كيف نتأكد من صحة الحديث؟ طبعا أنا إذا كان في هناك آية صريحة تدعم هذا الحديث، إذا كان في هناك آية صريحة تدعم هذا الحديث، فأنا أخذها محمل الجد. نعم، أخذها محمل الجد.
يعني طبعا احنا قبل ما نبدا بالعمل، اي عمل بدك تبدا قل اللهم لا سهل الا ما جعلت سهلا وانت قادر على ان تجعل الحزن سهلا، اللهم سهل لي يعني شغلي هذا، وان شاء الله انه يكون يعني سهل وطيب ان شاء الله بفضل الله. فنحن نتاكد من صحه الحديث. طبعا هاي الرقاقات ما بكبرها انا، شوف هاي الرقاقات يعني 1 2 3 16 بدي اخذ واحده هيك الان، لان بدي افتحها بستعمل نشا. انا بستعمل النشا لانه النشا بيفصل بين العجين، الطحين بيمسك العجين، النشا بيفصل. فهيك رشي خفيفه جدا جدا، لانه اذا كانت زياده شوي هاي بقلاوه، رقات البقلاوه الكولاج نفس الشيء. نعم اخذ واحد هكذا، شايف كيف هيك صارت هاي صفرة معناها بتلزق. فانا اخذ حديث صحيح واتاكد من صحته، ثم يعني اصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الذي كان مني اني صدقت رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال اقرا البقره فان اخذها بركه وتركها خسره ولا تستطيع حفظها. سبحان الله، يعني كان عندي يعني والله انه توفيق من الله اني اخذت سوره البقره يعني مباشره 4 مرات. تعرف لما بتفوت انت بدك تسمع اي قصه عن فضل سوره البقره، فبتبدا تسمع قصص من اخرين او من رقاب او من ناس يعني قد يعني بداوا فيها من قبل، لكن الشخص الذي قراها واخذتها عنه يعني هو قال يعني اخذها بركه وتركها حسره والامور طيبه وتحسنت احوالي وكنت ولا شيء، فاصبحت يعني سبحان الله تغير حالي يعني بفتره وجيتي بفتره قصيره. فسبحان الله اثر في هذا الكلام واخذت سوره البقره الحمد لله رب العالمين. فهنا سبحان الله عندما اخذت سوره البقره يعني عندما اخذت سوره البقره اخذته 4 مرات، فبدأ يتغير أشياء كثيرة حولي. لماذا؟ مشيئة الله، وكأني كأن الله يعلمني كيف أبلغ آية. نعم كأن الله، وكان عندي بالخلفية أن هناك شخص قد قرأ سورة البقرة 1000 مرة وأصبح مستجاب الدعاء، أصبح مستجاب الدعاء، وما من شخص يعني وقف في طريقه إلا ونحاه الله جانبا بفضل دعائه المستجاب. نعم هكذا سمعته، ويعني اعطى امثله باشياء حصلت معه، امور حصلت معه في ذلك الزمان. فقلت والله ان شاء الله اني انا بدي اقرا كمان يعني اصل الى 1000 مرة لربما هكذا. لكن ما الذي حصل من سوره البقره؟ انها بدات يعني بدا في طبعا كان في البدايه صعب انه الواحد يجتمع مع الاولاد، اولاد شباب ابنائي يعني شباب، مشاكل بتصير يعني لما يعني لما نجتمع على مائده بتصير فيها مشاكسات. وسبحان الله عندما اخذت البقره فبدا الحال يتغير معهم، يعني هدوء. طبعا هناك عاصفه قبل الهدوء، نعم الحمد لله رب العالمين، هناك عاصفه قبل الهدوء وبعد العاصفة هذه يهدأ كل شيء. نعم فبدأت أشعر أنه في تنمل في يدي. نعم أنا كنت أتعالج من قبل، أعالج نفسي يعني ألقي نفسي بالسابق، يعني كنت أعالج نفسي يعني هذا الشيء لي مش جديد علي، ما كان جديد علي الرقية والشياطين وهذه كلها ما كانت جديدة. أنا يعني قد مررت على هذا الأمر من زمان، لكن بسورة البقرة صار في عندي طفح جلدي، تعرق شديد، صار عندي يعني امور هيك تغيرت، رؤى عجيبه، رؤى مزعجه، كل هذه الامور بدات يعني تظهر، والحال يعني ممزوج، اشياء يعني تصلح واشياء من وكانها المنامات وال في 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 يوجد هناك
نوع من المضايقة من قبل الشياطين. نعم، كانت هناك نوع من المضايقة من قبل الشياطين، فبدأت أعرف أن الشياطين يعني لا يرب هذا الأمر، فكثفت أنا والحمد لله رب العالمين، وعملت لنفسي ماء مرقي، وعملت لنفسي بدأت يعني أسجل نفسي أقرأ بصوت، فبدأت أسجل لنفسي من صوتي سورة البقرة كرقية، نعم كرقية لنفسي، أرقية نفسي أسمعها في البيت، وعملت ماء مرقي وهكذا يعني كما يفعل الرقاة، لكني أنا كنت الراقي أرقي نفسي، ولم أذهب لأي شخص، وعندي يعني عندي معرفة بهذا الأمر من زمان. فسبحان الله احنا هنا ان شاء الله مش عمل ماني عمل دعائي، لكنه سبحان الله انا مجبور نتكلم ان شاء الله من هذا الباب، واحنا كمان نشتغل بفضل من الله، مش بس الرزق عند الله، في الشطاره في الرزق، الرزق من عند الله. فعندما اخذت سوره البقره بدا الامور تتغير، عندما قطعت شوط، نعم انا تكلمت عن عظمه سوره البقره، ظننت انه الامور يعني فيها وكانه الفلوس فيها بركه، الوقت فيه بركه، ولكن عندما تقطع شوط تبقى انت بالبدايه مشغول مع هذه الشياطين، مشغول بما حولك يدور حولك بسبب سوره البقره، بسبب شيء يعني انت عكرت عش الدبابير في سوره البقره لانك كثفت. عشان هيك انا بطلب التكثيف في البدايه عشان تخلص، لا تستمر. والاخوات المتكشفات المتبرجات الاطلاع لربما تذهب الى الرقي يبطل لك السحر وتتغير حالك للافضل، لكن ما ان تنبث يعني لربما اسبوع اسبوعين شهر شهرين، واذا انت مره اخرى انت لا غير محصن، لم تتحصن، انت لم يعني لم تفهم الدرس من هذا البلاء، وماذا هي ما هي الاسحار، وكل الاسحار كلياتها الاسحار والامراض والاسقام وقله الرزق وقله الهيل كلياتها سببها تفلتنا من الله، فيريد الله جل في علاه ان يعرفنا في ذاته وان نقبل عليه. نعم هذه يعني انا هنا ان شاء الله هذه العجينه لازم تصير هيك، ممكن تنفع للفطير، تفتح للبقلاوة، مش البورما، البورما شيء آخر، البورما شيء آخر، عجين آخر. ففي البداية يعني عندما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ البقرة بيت قرأت فيه البقرة لا يأكله الشيطان ثلاثة أيام، فعندما شرعت سبحان الله أنا كنت يعني أقرأ هنا وأقرأ في البيت وأقرأ في السيارة وأقرأ في المسجد وأقرأ في كل مكان، ما كان يحصل الذي يحصل لازم يحصل. فمن كثر التجربة ربما قرأت سورة البقرة حتى الآن 1800 مرة، الحمد لله رب العالمين. أشوف كم دقيقة لي، الحمد لله رب العالمين، إن شاء الله يكون الصوت يعني لانه الصوت انا حاطط السماعه هنا، فان شاء الله يكون الصوت يساعدنا انه الدرس يطلع. اذا في نشاط كثير بتنزل العجين. نعم، فعندما بدأت أقرأ سورة البقرة أركز نفسي في البيت، عشان هيك أنا قلت لكم اقرأوا سورة البقرة في البيت من المصحف بصوت تسمعه، هذا تأتى بعد لربما 500 مرة من قراءة سورة البقرة، يعني أنا جربت هنا وهناك وكل مكان، وعندما كنت أترك هذا المكان يعني عندما كنت أقرأ، أنا أقرأ سورة البقرة يوميا، بس عندما
عندما استقريت على مرة واحدة كانت أم أحمد تقرأ سورة البقرة من الموبايل وداخل البيت خارج البيت. فعندما كنت أذهب يعني أقرأ 3 أيام هنا في المتجر في المصنع عندي هنا يصير في مشاكل. فهمت كيف؟ عرفت أن سورة يعني لازم تقرأ سورة البقرة داخل البيت من المصحف، وله أنوار القرآن، له أنوار المصحف، أوراق المصحف لها أنوار لا يمكن أنك تراها في الموبايل. إحنا هذا الدرس شوي فيه خربطة يعني أعتذر، لأني أنا عقلي كمان مركز هون بالعجيني. أنا مركز شوي قليلا هون بالعجيني. لذلك علينا أن نقرأ سورة البقرة داخل البيت. عندما بدأت أقرأ سورة البقرة داخل البيت فبدأت أرى التغير الإيجابي داخل البيت. بدأت أرى التغير الإيجابي داخل البيت، نعم. بدأت أشعر في الهدوء في البيت، بدأت أشعر في الطمأنينة، لكن الأمور الأخرى لم ما مش راح تتغير مباشرة، يعني هذا الشيء رويدا رويدا. فعندما أكثرت ربما بعد أسبوع، كل واحد عنده شغف معين مثلا في أشياء يحبها ويكثر منها، وهي يعني من باب لربما من باب الإسراف والتبذير. فسبحان الله بدأت ألاحظ أن هذه الأمور بدأت تنتهي، نعم بدأت. حتى أن هناك أخت من الأخوات في الماضي علقت عندي أنها قالت يعني أنا كنت أحب الشراء، أشتري يعني أشتري دائما، نعم. فقالت إني أنا يعني كنت دائما إني أشتري، تحب تشتري ملابس وهكذا. ومرة واحدة فقدت يعني همتها من شراء الملابس والتسوق وهذا الشيء، فلم تدري لماذا. لكني عندما بينت هذا الأمر إن هذا الشغف اللي قلت عنه إنك بتحب كرة القدم أكثر من اللازم والتدخين وكل هذه الأمور، وإنك بتحب إنك تبدل سيارات ورحل كل يوم ورحلة كل يوم، هذا كله يعني يبدأ ينتهي. كل شيء زايد عن حده يبدأ ينتهي من حياتك دون تدخل منك إلا أنك أنت تقرأ سورة البقرة. هذا فضل الله في سورة البقرة. من يعرف هذا الشيء؟ أنت تظن أن قراءة سورة البقرة يعني جميلة، يعني 250 ألف حسنة وبركة في المال، بركة في الأولاد، الأمور طيبة وهكذا. فوالله إنها بكثير بكثير أكبر، إنها هذه يعني 1 مليار من عظمة سورة البقرة. هذا ولا شيء، هذا لا شيء من عظمة سورة البقرة. يعني سبحان الله، أيعقل سورة البقرة أعظم سورة في القرآن؟ أعظم سورة في القرآن يكون يعني بس هيك بركة في المال والوقت والأولاد؟ يعقل؟ والله إنها عقلك المدبر. سورة البقرة فضلها عظيم. أنا أريد أن أنهي الفيديو هنا إن شاء الله، بس حبيت كيف إن شاء الله. سورة البقرة ستكتشف يوما ما انها هي القائد. انت لست قائد، انت مش شاطر ولا انا شاطر ولا حدا شاطر، هذا تدريج، تدريج للصابرين الذين صدقوا حديث رسول الله. اقرأوا البقرة، امر اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وترك حسرة ولا تستطيع البطل. نعم، أنا هنا الشاهد إن شاء الله إنه رمضان إن شاء الله أنا لم أترك البقرة إطلاقاً. يعني أنا دائماً في رمضان عندما كنت أقرأ، يعني يأتي علي رمضان كنت أقرأ سورة البقرة، أقرأها يعني أبدأ فيها يعني اليوم
ابدا فيها واكمل الخدمات. وخلال اليوم هكذا خلال العمل استغفار كذا نستغفر الله ونكثر. نعم الحمد لله رب العالمين. يعني هيك انا لازم افتح العجينه عشان تصير هيك العجينه كبيره ورقيقه عشان ما يكونش يابسه قاسيه على الاكل، تصير خفيفه جدا والنشا بفصلها لما بتدور السمنه داخلها، السمنه النباتيه بتدور فول داخلها بتصير راقات 18 راقه بقلاوه او 17 او كما يحب الشام. فهون بننقل بنضلنا ننقل بالعجينه حتى تكبر العجينه، شايف كيف بدي صار العجينه؟ فكلما شعرت انها بدها نشا شوي قليل من النشا عشان ما تلزق ما تلتصق ببعضها البعض. هنا الحمد لله رب العالمين حبيتكم انه تهيئوا نفسيتكم لرمضان. نعم برمضان في ليلة القدر يقدر الله المقادير الخلق من جديد، فإن قدرك في العام الماضي إنك شقي وتعمل بلا عذر وهكذا كل الأمور خربانة، هذا رمضان شد حالك. أيام تفصلنا ربنا، 6 أيام تفصلنا عن رمضان. نكثر ان شاء الله. الاستغفار يعيننا على كل شيء، الاستغفار يهون علينا العمل، يهون علينا الحياه، فالاستغفار مفتاح المغاليق. سبحان الله بكثره استغفارنا فتح الله علينا سوره البقره، وقلت ان الاستغفار سيقودكم مباشره الى سوره البقره. سبحان الله، فهذا ليس شطاره يعني، لكن لمن هذا؟ للمشمرين. نعم للمشمرين. بدي اوصل العجينه كبيره والغي الدرس، انهي الدرس يعني ان شاء الله. مجبور اقلب العجين لانه النشا بمزع العجين اذا كان كثير شوي. صراحة من زمان ما اشتغلتش أنا بالبقلاوة. سبحان الله الواحد صنعته من زهاش. مش كل يوم درس من الشكل. شمروا وصدقوا، كل يوم تستغفر كل يوم بتصير أقرب إلى الفكاك، كل يوم تستغفر أكثر كل يوم بتصير أقرب إلى النجاة. نعم مع سورة البقرة مش رايح الظل أبدا أبدا، لكن لمن يقرأ سورة البقرة بحقها والله، مش لأنه في ناس تقرأها من الموبايل داخل البيت خارج البيت فيش تركيز هيك يعني، طلاء تبرج سهرات لا ينتهي عن شيء. هذا نور الله، هذا نور الله، ونور الله لا يهدى لعاصي. بدنا نقبل مصدقين ان اخذ سوره البقره اكبر بكثير مما تظن، والله انه السعاده، انها جنه القرب. فهنيئا لمن فهم ما اقول ووعي ما اقول. والله مرات بسمع يعني جزاهم الله خير مشايخ لا يجدون الحل لسقطات الشباب، كل الناس عندها سقطات لكن ما في عنده يعني في عنده طريقه، لا
لكنها هي سورة البقرة التي تعمل هذا العمل، هي التي تزيل السقطات، أنت لا تعمل، هي التي تزيل. هذا هو، هذا هو بيت القصيدة. إلا من نفهمه إنه عندما عشنا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغ عني ولو آية، فكان من هذه الآية أن هي تتجلى، هي أنت لا تجلي شيء، أنت تقرأ بأسلوب في البيت بالصوت تسمعه فيخشى هذا القلب جوارحك فتطرد الشيطان من البيت، ثم بعد ذلك سبحان الله يتغير حالك وتغير حال أولادك وتغير أمورك، وتبدأ تأخذك من مكان خير إلى مكان أفضل وأفضل وأفضل وأفضل، وفتوحات ربانية وقرب من الله وفهم وعلم وحكمة من فضل الله. ما فيك، ما لازم تفهم إنك أنت مش شاطر، والله الذي لا إله إلا هو ممكن إنك أنت تكون كمبيوتر لكنك أنت ما في عندك حكمة، ما في عندك جواب، لا شاب عنده سقطات مش عارف يخلص منها، ما عندك جواب. بلغ عني ولا الآية، عندما تشرع قراءة سورة البقرة عليك أن تتخذ قرار واحد، تكثر من الاستغفار وأن تقلع في سفينة قراءة سورة البقرة، بتدبر ولا بغير تدبر، بتدبر وبغير تدبر، اقرأ سورة البقرة وهي ستعمل كما يعمل قرص الدواء. لما تملع قرص الدواء ماذا يحصل؟ هو يعمل، أنت لا تعمل، أنت بس أخذت سورة، أخذت قرص الدواء، نعم، والباقي، الباقي على الله، نعم. فلو أن مشايخنا جزاهم الله خير يسمعوا هذا الكلام ويعمى يقول ليش مش لأني أنا شاطر، لأن الله أذن لي أن يعيش هذه الآية. ومن يركض وراء الشهرة فليبقى وراء الشهرة، لكنه لم يتأتى منه من هذه الشهرة ولا شيء، لم يتأتى منك إنك أنت بتركض وراء أشخاص، لم، علمك من عند الله، واتقوا الله ويعلمكم الله. نعم نعرف أوامر الله، لكننا لا نعرف كيف نتدبر هذه الأوامر، لا نعرف كيف نتمسك بأن ننهي أنفسنا عن ارتكاب هذه السقطات والتي تعيق تقدم هذه الأمة. نعم، الذي يعيق تقدم هذه الأمة هو حب الذات وما عندنا آيات حسية نعبد فيها الله فنعرف الله عن قريب. فدخنا نعم دخنا وتهدى في هذه الدنيا، مرة نأخذ الصلاة، الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومرة نأخذ الاستغفار، ومرة نأخذ، كم نأخذ لا ندري، ما في حدا حط لنا خارطة الطريق، ولكني والله إن لزمت الاستغفار ليل النهار، وأتبعتها في سورة البقرة بالبداية 4 مرات كما قلنا، والله سيتغير حالك، ستكون راضي جدا جدا جدا، مش كلام يعني، سبحان الله، هذا ما هو كلام، نعم هذا ما هو كلام. لا لازم انا العجينه تصير معي قدر الصينيه، انا قلت اذا في صنايع بقلاوه بيربيري فانا من زمان ما قلتش بقلاوه بصراحه، لكن صنعتي نعم هون إن شاء الله بدي أنهي أنا الفيديو، إن شاء الله ستكون لنا وقفات ونستمر إن شاء الله بإذن الله تعالى في قراءة سورة البقرة، فهي حبل نجاتنا، نعم، إن أخذها بركة وتركها حصرة، حط مليون مليار خط تحت حصرة ستتحصر بكل صغيرة وكبيرة في حياتك، كل شيء في حياتك ستتحصر به بدون سورة البقرة، لكن للمبتدئين قد تكلمت، لكن الصوت شوي،
لكن للمبتدئين تكلمت انه رويدا رويدا، اول شيء نلزم الاستغفار حتى ياذن الله ويفتح علينا، ثم نحرك السحاب ان شاء الله. والذين ينظرون لما كان لهم معنا هنا، فقط للمشمرين الذين يشمرون ويعملون ويبدأون. ابدأ رحلة المئة ميل، تبدأ بخطوة واحدة، فامسك مسبحتك وابدأ استغفر، وإن شاء الله فيه هنا على هذه القناة. لربما 350 فيديو يتكلم عن فضل سورة البقرة وكيف نقرأ البقرة وقصتي مع البقرة وكيف أنها غيرت حياتي إلى الأفضل وكل شيء، ورضا ورضوان، كيف أفهم أن الرزق هو من عند الله وما فيه الشطارة، كل هذا فهم. سترضى، سيرضيك الله، نعم سيرضيك الله، والله لو لم يكن معك شيء سيرضيك الله، سيفتح عليك رضا. تعرف شو يعني رضا؟ يعني سبحان الله، يعني ماذا ينفعك، خلينا نقول مثلا هكذا، ما ينفعك مليار دولار وانت بصحراء مع كاش كوب ماء، ستبحث عن الماء؟ لا، نعم هكذا هي. الله الذي يضع الأشياء التي تنقصك في صدرك ثم تلهث ورائها، فعندما تتوب منها، تتوب وتقبل إلى الله، يفتح الله عليك فتعرف أنها كلها زين للناس، تزيين وليس حقيقة. زين للناس حب الشهوات، النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. أنا بدي أتم لأنه العجين لسه بتنشر، إن شاء الله يكون درس صوته مسموع، وجزاكم الله خير وفتح الله عليكم وبارك الله فيكم. تعليقات بالنسبة لسورة البقرة بلاش، يعني هذا ما عمل أعمل دعاي، حبيت أغير الأسلوب إن شاء الله. وجزاكم الله خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن آداب رمضان، شدوا الهمة وبارك الله فيكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.